بطريقه. آخر أجدد بطلب المشاركة ولو إهدائي النهائية ونسخ البطائق الوطنية أو نسخة معاد الازدياد والالتزامات وواجب المشاركة هو حنا نتكلم على أساس أننا ندفع كل شيء اليوم، ولكن ما يمكنش حنا بغي الله هذا الاجتماع. أنا دوكم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد نيد الشريف رئيس جمعية الشرف للتنمية والتعاون دوار أمشترك جماعة تمالوك شيخ خليم دارودانت. اليوم احتضن مقر جمعية الشرف للتنمية والتعاون لقاء تواصلي بخصوص دوري الأمل أمشترك النسخة السادسة ديالو. تم مناقشة يعني القانون الأساسي بحضور رؤساء الفرق المشاركة، الفرق المشاركة يعني من جميع أنحاء الإقليم ديال دارودانت، يعني مناقشة القانون الأساسي، وتم إجراء قرعة للدوري، وتم يعني مناقشة الجوائز المالية للدوري. يعني الفائز بالمركز الأول غادي يفوز يعني قسيمة شراء مبلغها 3000 درهم زائد أقمصة يعني بدلة رياضية وكأس. المركز الثاني غادي يحصل على المبلغ ديال 1500 درهم. المركز الثالث غادي يحصل على المبلغ ديال 1000 درهم. المركز الرابع غادي يحصل على جائزة عبارة عن كرة. ومفاجأة ديال هاد السنة أن الجمعية فكرت أنها دير واحد مفاجأة يعني الفائز باللقب في هاد الدورة أنه يشارك في المنافسة المقبلة بدون اشتراك يعني بزيرو درهم. وتم يعني تم مناقشة يعني النقط ديال التحكيم، وفيما يخص التحكيم، فيما يخص اللجنة المنظمة، فيما يخص برمجة مقابلات. الدوري إن شاء الله غادي ينطلق يوم 26/1 يناير بملعب دوار أمشترك، وكل يعني المباريات غادي تجرى كل يوم أحد، وعندنا كل أحد عندنا أربعة ديال المقابلات، وحدة غادي تبدا مع 11 والثانية مع الواحدة والثالثة مع الثالثة مساء والرابعة مع الخامسة مساء بالتوقيت المغربي.